على وقع موسيقى يا أبو علي، اختار زياد الرحباني اسم حفلته في أرنون الجنوبية، اختيار يعكس طابع المنطقة التي يغني فيها الرحباني للمرة الأولى في حفل من إنتاج شركة خاصة. وبحسب الرحباني فأن اختيار الموسيقى والمكان في أرنون وحراجل لم يكن اعتباطيا. المقصود لأن أوقات يعني أوقات كان عندنا مشكلة إنه الدعوات الحفلات معظمها أوقات تجي من فرد منطقة، إذا بدك توسع شوي البكار، بس إنه بس يجيك مفاجأة من حفلة، من يعني حفلة جنوب ما بتتفاجأ فيها، بس بتتفاجأ بحفلة من حراجل، لأنه أول شيء جمهور معروف شوي هونيك ما كتير بيظهر من المنطقة، والشخص اللي من حراجل قال لي لا مش مزبوط هالانطباع، في ناس كتير بيسمعوا شيء تاني ومتمنين نعمل حفلة ومنه متعهد حفلات إطلاقا، طبيب سنان هو. بتمضمون الموسيقى للحفل تاني جايين بالشقيف أما بحراجل، عم نحكي عن تقريبا التوليفة بين الأغاني اللي إذا بدنا نسميها شعبية بالنسبة لك والأغاني اللي هي ترتكز أكتر على الموسيقى. منا مش موجودة بشكل نسبي، يعني موجودة الناس شو عم بيطلبوا أغاني دايما الغنية أو الموسيقى أو شيء، مش لازم ينسى الواحد. وأغاني في نوع أغاني غنيتها فيروز مثلا، طب بيسمعوها أغاني فيروز بتزبط مع اللي مندقه بالمركز وبلاده، يعني غنية مثل صباح ومساء عم بيسمعوها الناس بالبلونوت عم بيسمعوها، شو الغلط فيها؟ المعزوفات كمان بيحبوها الناس، يعني في ميسر ريم، في لولا فسحة الأمل صاروا معودين على العالم تبع الفصل الأول والفصل الثاني. الحمد لله أنه في شيء صار بيقدر فيه، أسعد الله مساءكم، اللي هي موسيقى. بس لما قال لي يا أبو علي أنا انصدمت، يعني علي يعني عرمزية الجنوب، شو هالإبداع أنه هيدي النبطية ويا أبو علي هو عنده غناية موسيقى يا أبو علي، يعني فبمحلة 1000% كان يعني يا أبو علي بالجنوب. أكيد يا أبو علي بالجنوب ورمز الجنوب كلها علي أصلاً رح يكون هون يعني. هنا في منتجع القلعة في أرنون وعلى مقربة من قلعة شقيف ذات الرمزية الخاصة في أذهان الجنوبيين، الاستعدادات أصبحت في خواتيمها لاستقبال الرحباني مساء الجمعة. ليش بشقيف؟ قلعة أرنون إلى رمزة رمزيتها، يعني هيدي المطرح هون، والقلعة هي قلعة الصمود، قلعة الجنوب المعروفة للكل يعني، فكرمال هيك كان الاختيار هون. خلصوا الأغاني هني ويغنوا عالجنوب. البطاقات تكاد تنفذ، الإقبال يليق بفنان أحبه الجنوبيون وهو أحبهم بدوره بلا ولا شيء. خلصوا القضايا هني ويردوها عالجنوب. نحن عاملينه عدة أسعار، يعني ببلش من 50,000 لل 65,000 و80,000 قدام، وفي شوية طاولات قدام مع عشاء هولي أسعارهم $100. لهلأ نحن عنا حوالي 1,000، وهو المكان بسعر بهذا الحدود، يعني 1,000-1,100 شخص تقريبا. اليوم إن شاء الله منكون سكرنا الحجوزات. إيه ذبحنا الطبلة وهز الورك، إجتهم الأرجيلة وتغيير السيلولرات والفيسبوك، انتاج بانتاج، يعني شعب منتج 24 ساعة. هيدي مش غني، هيدي بس تحي. لن تقف حفلات الرحباني في الجنوب، فالرجل الذي فكر في الرحيل إلى روسيا لتنظيم عمل هناك تعثر مشروعه، فعاد إلى التنقل بين المناطق مغنيا أمام جمهوره ومحبيه.